اللحظات. بن حمو من هناك لملول التوزيع ولكن ولا واحد في الاستقبال. من هناك جحاب إزماني على الجهة اليسرى، إزماني من هناك مراوغة التوزيع في القائم الثاني. بن علي الراسي والهدف الأول، والهدف الأول لفريق مولودية وهران. الراسية من بن علي والهدف الأول لفريق مولودية وهران. 1 لمولودية وهران، 0 لمولودية الجزائر بعد مرور 38 دقيقة. دائما عند الكرة الآن شمس الدين حرك من هناك، التوزيعة في منطقة العمليات، كرة خطيرة لصالح مولودية الجزائر وهدف التعادل. هدف التعادل لمولودية الجزائر في هذه اللحظات، هدف التعادل لمولودية الجزائر بعد كرة من شمس الدين حراق. قلت لكم أن شمس الدين حراق خطير جدا في التمريرات العمودية نحو المهاجمين، والطاهر فتح الله يسجل أول أهدافه بألوان فريق مولودية الجزائر. كرة لصالح مولودية وهران، المقصية والهدف الثاني لصالح مولودية وهران عن طريق هشام نقاش. الثاني لمولودية وهران عن طريق هشام نقاش. المولودية تسجل الهدف الثاني وتتقدم في النتيجة مرة أخرى وتأخذ الأسبقية مرة أخرى. 2-1 لصالح مولودية وهران أمام مولودية الجزائر. فرحة مولودية الجزائر لم تعمر طويلا، لم تدم طويلا.